ممكن تعمل انميوت Recording is للمايك allowed. وتتكلم عادي. ممكن انا اعمل لك انميوت. فهل كذا يعني صوتي أيوة 3 تمام. طيب ممكن تعمل أيوة تفضل. كده انت سامعني؟ أيوة أنا كده سامع، تفضل. ايوه، انا اسمي عزة محمد بدوي. انا خريجة جامعة الخرطوم، علوم فيزياء. حاليا موظفة في الأمم المتحدة. شكرا. مرحبا بك يا عز. طيب دل الشكل العام بالنسبة لبرنامج الكوتش ده. فطيب خلينا نمشي طوالي، نوريكم يعني شنو منصة برمجة. منصة برمجة عبارة عن دردشة صغيرة في مجال البرمجة، يعني عبارة عن نص ساعة أو أقل. فبنتفاكر نحن كشباب مبرمجين سودانيين على مصطفى مرحبا، عن البرمجة عموما وعن الخلفيات اللي احنا بنعرفها عن البرمجة وكده. فيعني هي بتطلع في إطار، يعني ما بتكون زي إطار المحاضرات وكده، فهي دردشة خفيفة كده ونتفاكر مع بعض إن شاء الله. طيب لو جينا نعرف البرمجة، زي ما عارفين إنه كتابة تعليمات وتوجيه أوامر لجهاز الحاسوب أو أي جهاز ثاني يعني قابل للبرمجة، مثلا زي أجهزة الموبايل، زي الروبوت، زي الحاجات. تمام. ف ما اعرف فيزل يقدر يضيف على التعريف ده. طبعا كتابة التعليمات وتوجيه الاوامر لجهاز الحاسوب في شرط لازم يكون موجود، تكون بصوره منطقيه ومرتبه، ترتيب منطقي. فدي الحاجه اللي مفترض تكون. فلو فيزل عنده اضافه على التعريف ده يا ريت يقول. طيب ما في تمام. طيب زي ما عارفين ان جهاز الحاسوب بيتعامل مع البيانات او بيتعامل باللغه الثنائيه اللي هو لغه الزيرو والون. فكان المبرمجين زمان بيضطروا ان يكتبوا برامج باللغه الثنائيه على اساس ان يقدروا يتخاطبوا مع جهاز الحاسوب، يكونوا برامج تعمل على جهاز الحاسوب. فكانت البرامج دي كل ما تكبر بتكون مشكله على اساس انه تتطور، والصوره بتاعت لما الزول يجي يقراها وكده فصعب شديد. فقاموا جابوا حل بسيط انه يشوفوا يعني طريقة للتعامل مع جهاز الحاسوب غير اللغة الثنائية دي. فلجأوا ل ل ل ايوه تفضل. عندنا مداخلة. طيب زي ما قلنا كانوا بيتعاملوا مع بيكتبوا يعني برامج بلغة الآلة على أساس إنه أنت بتتعامل مع الحاسوب. فلقوا الحكاية دي شاقة شديد، فقاموا مع البرامج الوطنية صعب. فقاموا بعد ذاك جابوا أسلوب إنه تقدروا تخاطبوا به مع جهاز الحاسوب أفضل من كده. فجابوا لغة التجميع دي، قاموا حولوا الأوامر دي من رقمية لحرفية. فهنا جهاز الحاسوب ما بيقدر يتعامل معانا حرفية، فجابوا مترجم على أساس إنه يحول الأوامر دي من حرفية لرقمية. فمن هنا بعد ذاك طور الأسلوب، فجانا الأسلوب بتاع لغات المستوى العالية اللي هي زي السي شارب. فهي أقرب للإنسان من جهاز الحاسوب، لكن طبعا لازم يجيبوا مترجم على أساس إنه يحول الأوامر دي من حرفية لرقمية على أساس إنه جهاز الحاسوب يقدر يتعامل معاها. طيب
زي ما قلنا انه يكون في كومبايلر بين لغات المستوى العالي وبين جهاز الحاسوب على سبيل المثال حبر الصوره. من في هنا الحكايه دي نجحت، ظهرت مجموعه من اللغات زي ما قلنا زي الكوبول والباسكال والسي والنص والجافا، ظهرت اساليب البرمجه الكائنيه والتركيبيه. فدي دي بصوره عامه عن لغات البرمجه او تعامل جهاز الحاسوب مع لغات البرمجه. فيا ريت لو عندكم اضافه ممكن تقولوا عادي، انه شكلي ونسى كده البرنامج ما محاضره. فايز عندي مداخله طيب. بعد ما تعرفنا على طريقة التعامل مع جهاز الحاسوب ولغة البرمجة ظهرت، فلما أنا أتعامل مع لغة البرمجة في فوائد كثيرة أنا بستفيد منها أو بكتسبها من خلال تعاملي مع لغة البرمجة. أول حاجة زي الاهتمام بالتفاصيل، لما أجي أكتب الكود بكون عارف طول كل سطر معناه شو، بكون عارف كل سطر بيديني شنو أو كل سطر بيديني لوين. فزي انا لو كنت بكتب في كود ونسيت مثلا فاصله من كود فتلغيان البرنامج بتاعي ما هيشتغل، فبضطر انه انا ادقق في اهم التفاصيل. فدي اهم حاجه انا بستفيد منها حتى في مجال يعني غير مجال البرمجه، لانه بهتم بالتفاصيل كثير. الحاجه الثانيه انا بكون زول منظم التنظيم، لانه اهم حاجه في كتابه الكود. انا لما اكتب كود جيد وما منظم بالذات لما اجي لعمليه الصيانه بتواجهني صعوبه، فلازم الكود بتاعي يكون منظم بتعليقات بكده على اساس ان انا اقدر يعني اطور كودي لقدام. فدي دي حاجه تانية انا بستفيد منها من خلال تعاملي مع لغه البرمجه. الحاجه الثالثه ترتيب الافكار، زي ما قبل قلنا تعريف البرمجه كتابه تعليمات وتوجيه اوامر بصوره منطقيه. فهنا لازم تترتب الكود بتاعك، فده بينمي عندك القدره بتاع ترتيب الافكار وكده. فالحاجه الرابعه الصبر، زي ما عارفين انه البرمجه او كتابه الاكواد دايره صبر. انت بقيت زول مو صبور، اقل خطا بيلاقيك ما حتقدر تحله. طيب رقم خمسه التخطيط، زي ما عارف انه انا يعني مثلا لما اكتب الكود ده بيديني الحاجه الفلانيه، اكتب الكود ده بيديني الحاجه الفلانيه، فاوريدي انا بكون مخطط للحاجه دي. يعني انا مثلا داير نظام يدير لي عمليه بتاعت المبيعات، فاوريدي انا بكون يعني مخطط لكل شيء على اساس انه الكود بتاعي يطلع عصابي. فدي مهارة أنا بمتلك أو بكتسبها من خلال التعامل مع لغة البرمجة. الفائدة الأساسية حل المشاكل، زي ما قلنا يعني مثلا لما تواجهني مشكلة في كود إنه ما قاعد ينفذ معي، فمضطر إنه أنا أعرف المشكلة وين. فمن هنا في مهارة إنه أقسم المشكلة الكبيرة لمشاكل صغيرة على أساس إنه أقدر عليها. فدي حاجة بستفيد منها أنا في حياتي غير الشغل بتاع البرمجة، إنه حل المشاكل. إذا واجهتني مشكلة بكون بقسمها لمشاكل صغيرة وأقدر أحلها. الفائدة رقم سبعة اللي هي زيادة معدل الذكاء، زي ما عارفين إنه يعني بقول لك الناس اللي بتعامل مع البرمجة الناس المبرمجين دايما بيكونوا أذكياء. لا، هي ملكة لازم تكتسبها من خلال التعامل مع البرمجة. يعني زي الناس اللي بيلعبوا الشطرنج، فنفس المفهوم، لأنه هو بيمارس الشطرنج كثير وكده، فمعدل الذكاء بتاعه بيزيد نفس الفهم للبرمجة. تاني هو مصدر الدخل، مصدر دخل رئيسي او اضافي. تمام، يعني انا مثلا شغال موظف لكن مع شغلي يعني عارف يعني بشتغل في مجال البرمجه، بشتغل في مجال معين، فده مصدر دخل بالنسبه لي. فدي حاجه يعني جديره بانه تخليني اهتم بالمجال. الفائده الثانيه او رقم تسعه الثقه بالنفس، بتكسبني ثقه بالنفس. انا مثلا لما اشتغل كود تمام واكون واثق منه وامشي ابيعه بالدولار او ابيعه بحاجة يعني سعر كويس في السوق، فده بيخليك تواصل من نفسك. يعني دي حاجة كويسة. القدرة على قراءة الناس، اللي هو يعني مثلا أنت لما تيجي تكتب كود بتكون بتحلل أقل جزئية أو جزئيات صغيرة جدا في النظام بتاعك على أساس إنك تقدر توصل لحاجة معينة. فأنت من هنا برضو ممكن تقرأ الناس من خلال تحليلك لشخصياتهم أو كده. دي برضو أنا شايف إنه من فوائد البرمجة. طبعا الحاجات دي كلها اجتهاد شخصي من خلال تعاملي مع البرمجة، فما أعرف ممكن يزول يدينا فوائد تانية للبرمجة غير اللي أنا ذكرتها لك. تفضل لو في زول عنده أي إضافة. طيب لو ما في إضافة ممكن نمشي للحاجة اللي بعديها.
زي ما قلنا بعد ذاك ظهرت لنا مجموعة من لغات البرمجة. من هنا بتديك لغات البرمجة بتديك مسارات معينة للبرمجة انت بتطيح لها. ماشي. طيب دي المسارات بتاعتي هي طبعا كثيرة، لكن انت حسب الحاجات الموجودة. دي المسارات بتاعت البرمجة، يا اما انا اكون مبرمج بتاع ويب، الويب صفحات الويب، او اكون مبرمج بتاع تطبيقات موبايل موبايل ابس، او اكون ديسكتوب ابس، او اكون جيمز. بالاضافه للداتابيز، الداتابيز طبعا شامله لكل المسارات الاربعه دي. فهنيجي نشوفها بالتفاصيل. لو انا عايز مثلا اعمل لي موقع بتاع ويب، المتطلبات الحاجه المفروض انا اعرفها شنو، او الحاجات اللي انا المفروض تدغين شنو. مجال الويب بيتقسم لحاجتين، الفرونت اند وحاجه اسمها الباك اند. الفرونت اند الجزء الظاهر للمستخدم، زي مثلا انا عايز اعمل تسجيل دخول لصفحه معينه، او عايز اخش للبريد بتاعي. اول حاجه بتجيني الصفحه بتاعت تسجيل الدخول، يوزر نيم بكتب اليوزر نيم، الباسورد بكتب الباسورد. دي الحاجه الظاهره للمستخدم، دي اسمها الفرونت اند. دي عند لغات معينه انا بشتغل بيها. اول حاجه لغه ال HTML، دي بكتب بيها المحتوى الاساسي بتاع الصفحه، اللي هو مثلا الفورم كده، ده المحتوى الاساسي للصفحه بتاعتي، لاي صفحه بتاعتي. السي اس اس دي اللغه اللي انا بقدر امسك بيها الصفحه بتاعتي، الالوان الصور كده، فدي كلها بشتغلها. بس الحاجه الثالثه اللي بتضيف لي تاثير كبير على الصفحه بتاعتي، اللي هي البوت ستراب، عباره عن فرونت اند اوبن سورس، مبني من السي اس اس، بيجي جافا سكريبت، وهو يعني بيشتغل بالكلاسات. فببني لي صفحة تشتغل على كل الشاشات، مثلا إذا كان موبايل، إذا كان لابتوب، أي شيء. فدي دي حاجة مهمة جدا، إن أستخدم بوت ستراب في الصفحة بتاعتي. زائدا الجي كويري، هي يعني بتشتغل بالجافا سكريبت. أنا بدل أكتب لي مثلا 100 سطر بالجافا سكريبت، ممكن بالجي كويري أشتغل كود مختصر. الأنجولار جي إس، لو أنا عايز أعمل صفحة، يعني لما نستخدم فيها الانجولر جي اس بتحسن لي الاداء في الصفحات، الاداء بتاعي بيكون سريع. الرياكت يعني هسي المستخدمين على فيسبوك في التحميل، فانا اذا عايز اعمل لي موقع انه يعني فيه عمليات تحميل كثيره، فالرياكت هنا بتفيدني كثير. فالفرونت اند الحاجات الاساسيه فيه هو الاتش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت، البقيه اضافيه ممكن انا اعملها ممكن انا ما اعملها على حسب الموقع اللي انا عايزه. طيب قلنا بتقسم لحاجتين، الفرونت اند والباك اند. الباك اند دي العمليات اللي بتتم في الخفاء، مثلا انا جيت الفورم بتاعي، مليت اليوزر نيم، مليت الباسورد، عملت دخول، لكن العمليه بتاعت التحقق من اليوزر نيم والباسورد هل هي صحيحه ولا لا، الجزء بتاع الشغل بتاع الباك اند. فعنده مجموعه من اللغات انا بشتغل بيها. انا ممكن يعني الفرونت اند زي ما قلنا في حاجات اساسيه كلها لازم اشتغل بيها، الباك اند ممكن لغه واحده تغنيني عن الحاجات دي كلها، تشتغل لي الموضوع كله. اول حاجه البي اتش بي اللي هو لغه برمجه معروفه، البايثون لغه البايثون، النود جي اس، و روبي وريلز. النود جي اس انا لو مثلا عايز اعمل موقع يعني يتميز بسرعه زي مواقع الدردشه وكده، فمن هنا بستخدم النود جي اس، هي معروفه بسرعتها في المواقع. الروبي وريلز سرعه في ظهور النتائج، انا لو عايز موقع يجيب لي نتائج سريعه كده التحميل، فبستخدم الروبي وريلز. ممكن استخدم الجافا اس دي، ممكن استخدم الجانجو، او استخدم الاي اس بي دوت نت. دي كلها خيارات، انا ممكن استخدم لغه واحده تغنيني عن الحاجات دي كلها، تشتغل لي الشغل بتاع الباك اند. فلغايه هنا ده الجزء بتاع الويب ديفلوبمنت. في اي دور عنده اضافه او استفسار ممكن نقدر نجاوب عليه. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. انا عايزه يعني اسال، انه احنا لو عايز ابقى يعني احسن انه الزول يكون يا اما فرونت اند او باك اند، ولا ممكن يكون الاثنين مع بعض يعني، او يعني طيب. احسن يتخصص في حاجه معينه ولا يكون طيب كده يعني. مبدئيا افضل يعني في المشاريع الصغيره ما بتتطلب، ممكن انا اشتغل الفرونت اند، ممكن اشتغل الباك اند لانها بتكون حاجه صغيره، لكن في المشاريع الكبيره، الشركات الكبيره، بيكون في تخصصيه، يا اما انا اشتغل فرونت اند او باك اند، او اكون اشتغل الحاجتين مع بعض، يسمى الفول ستاك ديفلوبر، بيشتغل الفرونت اند وبيشتغل باك اند. لكن طبعا مع خبره وممارسه طويله بالذات المشاريع الكبيره، لكن في بدايه المشاريع الصغيره ما بتتطلب، ممكن اشتغلهم الاثنين سوا. الاثنين مع بعض، حسب نوع المشروع يعني. ايوه على حسب. اي اضافه ثانيه؟
طيب إذا ما في إضافة ممكن نمر ليها نفس اللغات زي ما قلت لك الفول ستاك ويب ديفلوبمنت، يعني ممكن يشتغل كل الحاجات دي، يشتغل الفرونت اند يشتغل الباك اند. فدي دي دي بتحتاج لخبرة وبتحتاج لممارسة طويلة في المجالين، خاصة إن أنا أبقى فول ستاك إذا كان مقارنة بالمشاريع الكبيرة. المسار اللي بعده زي ما قلنا المسار بتاع الويب ديفلوبمنت أو المسار بتاع الموبايل أبلكيشن. فهنا عندي الموبايل أبلكيشن، إما أنا عايز أعمل أبلكيشن أشتغلها على الأي أو إس أو الأندرويد أو الويندوز فون، كل من المسار ده عنده لغات معينة أنا بشتغل بيها. الأي أو إس ممكن أشتغل بسويفت أو سويفت أو أشتغل بالأوبجكتيف سي، دي الاثنين دول يعني. وطبعا في حاجات اكتر من كده لكن ده على حسب اللغات الشائعه وعلى حسب الحاجات اللي انا قدرت اتحصل عليها. يمكن في لغات اكتر من الاثنين دول على اساس ان ابن لي تطبيق يشتغل على الاي او اس. الاندرويد ممكن الجافا يعمل لي تطبيق يشتغل على الاندرويد او السي شارب ممكن يعمل لي تطبيق يشتغل على الاندرويد. الويندوز فون السي شارب يعني كفيله بالحاجه دي. اذا كان انا طبعا في تقنيات حديثه ظهرت زي الفلوتر زي زامبلن، ممكن اعمل بيها وتطبيق يشتغليه على ثلاثة بلاتفورم دي. ممكن اشتغليه على الاي او اس، ممكن اشتغليه على اندرويد، ممكن اشتغليه على ويندوز فون. يعني ابني تطبيق واحد بالفلوتر يشتغليه على كل البلاتفورم، او ابني تطبيق واحد بالزامرن يشتغليه على كل البلاتفورم الموجوده دي. بالزامرن يشتغل بالسي شارب، ممكن انا اتقن السي شارب واشتغل بالزامرن ولي تطبيق يشتغل على كل البلاتفورم الموجوده دي. طيب لو انا مطور بتاع ويب ديفلوبمنت، يعني بيشتغل بالاتش تي ام ال، بيشتغل بالسي اس اس، بيشتغل بالجافا سكريبت، لكن عايز ابني بيهم تطبيق، هنا في تقنية اسمها الهايبر اب بتستخدم لغات الويب ديفلوبمنت على اساس انه تطبيق تبني تطبيق يشتغل على الموبايل. فحاليا التطبيقات دي شائعة كثير جدا مشتغلينها باللغات بتاعت الويب ديفلوبمنت. لكن اذا انا عايز اعمل تطبيق يتميز بالسرعة او سرعة في الاداء، فهنا الحاجة دي ما بتفيدني، فما بننصح بها انه يعني تشتغل بالهايبرد اب اذا كان اصلا عندك تطبيق داير يتميز بالسرعة. يعني لو كان تطبيق صغير او كده يعني عمليات ما كثيرة عادي ماشي، لكن عمليات الكثير ما بننصح به انه تشتغل بالهايبر ده. في مفهوم ثاني النيتف اب. النيتف اب اذا كان انا شغال بنظام تشغيل ويندوز، عملت ابلكيشن نيتف اب، هنا الابلكيشن انا ببنيه على الويندوز هيشتغل بس على الويندوز. اذا كان انا بنيته على الويندوز فون اندرويد هيشتغل بس على اندرويد، اشتغلت على الاي او اس هيشتغل بس على الاي او اس. لكن زي ما قلنا التقنيات الحديثه زي الفلوتر وزي الزامبل بتريحني من الحاجة. أنا ممكن أبني تطبيق واحد يشتغل على كل البلاتفورم الموجودة. فده دبل مختصر عن الموبايل أبليكيشن. عارف في زول عنده إضافة؟ أوكي، لو ما في ممكن نمشي للحاجة اللي بعديها. الجيمز أبليكيشن، لو أنا عايز أبني جيمز تمام تشتغل لي برضه نفس الحاجه بتشتغل على الاي او اس او الاندرويد او الويندوز فون. عندي يونيتي انجن بتبني لي الجيمز بتاعتي، بتشتغل بالسي شارب، بتشتغل بالجيس. طبعا في تقنيات تانية كتير مستخدمه لكن دي شائعه، فبستخدم اليونيتي على اساس انه التطبيق اللي انا بطلعه ده يشتغل لي على كل البلاتفورم الموجوده دي. دي المختصر. الحاجه الثانيه ديسكتوب ابلكيشن، يعني انا ابني لي ابلكيشن اشتغل على الديسكتوب، مثلا زي الانظمه بتاعت الكافتريات، زي الصيدليات، المستشفيات، البنوك، كل الحاجات دي. فاما اعمل لي ابلكيشن اشتغل لي على الويندوز على الويندوز او على الماك، مفترض ان ممكن يكون بس معلش على الويندوز او على الماك. على الويندوز الجافا اف اكس، يعني ممكن اللغات دي تنتج لي ابلكيشن اشتغل على الويندوز، او البايثون او السي شارب. طبعا البايثون بتخش في كل المجالات، في اذا كان الديسكتوب ابلكيشن، اذا كان الويب ديفلوبمنت، اذا كان الموبايل ابلكيشن. الماك ممكن اشتغل بجافا اف اكس او البايثون او السويفت او الاوبجكتيف سي، دي اللغات حاليا المشهوره يعني في المجال ده. يا ريت لو في عندي اضافه يضيف او استفسار. آخر حاجة الداتابيزز، إذا كان أنا بتعامل مع الويب أو بتعامل مع الموبايل أبلكيشن أو بتعامل مع الديسكتوب أبلكيشن، لازم يكون عندي داتابيز على أساس إني أقدر أخزن فيها البيانات بتاعتي.
فانواع الداتا بيس المشهوره او اللي بتشتغل حاليا اس كيو لايت دي بي. الدي بي دي خاصه بالموبايل ابلكيشن، اذا انا عملت لي ابلكيشن في الموبايل فلازم اعمل لي داتا بيس تشتغل معايا، بشتغل بالاس كيو لايت او ما دي زي ما قلنا اس كيو لايت دي داتا بيس صغيره يعني بتشتغل لي على الموبايل. اذا كان انا عايز داتا بيس متوسطه مثلا زي الانظمه بتاعت الكافتيريات زي الصيدليات زي كده، بشتغل ماي اس كيو دي بي متوسطه ممكن يعني تكفي لي الغرض ده. إذا كان عايز داتابيز أكبر زي البنوك زي مثلا المطارات زي كده، فالأوراكل دي بي وإس كيو إل سيرفر دي الداتابيز الكبيرة ممكن تشتغل الحاجة دي. فالحاجة كويسة إن كل الداتابيز الموجودة تشتغل بلغة واحدة اللي هي لغة الإس كيو إل، لغة الاستعلامات المهيكلة، كل العمليات الإضافة التعديل الحذف كده هي كفيلة بالحاجة دي. فدي الحاجات المفترض نناقشها. لو ما أعرف لو في أي زول عنده أي إضافة يا ريت يقولها. من اتفضل. مرحب بأحمد السير اللي هو مؤسس برنامج كود سودان. يا ريت أبو حميد تدينا مداخلتك، تورينا برنامج كود سودان، تدينا معلومات أكثر عن الحاجة. طيب تمام، السلام عليكم، إن شاء الله يكون الصوت واضح مع الناس، متأسف شديد على التأخير لأنه يعني فرق الزمن ده لخبطني شديد. طيب، كنت أسأل على الناس إنهم يعني مبدئيا كده هم عارفين شنو عن كود سودان، يعني إذا سألهم قلت لهم كود سودان هو شنو؟ ممكن الناس تجي في راسها شنو. فخلينا نبدأ بدعاء بما ان هي خشت اخر واحده. السلام عليكم، انا كزوره متابعه للصفحه، عارفه انه السودان برنامج بيهدف لتدريب الشباب على البرمجه وانتاجهم لسوق العمل او توصيل مل الفراغ بين الجامعه وبين سوق العمل. اوكي تمام شديد. أي زول عنده أي فكرة تانية؟ أي زول عنده أي حاجة حابب يقولها تانية؟ طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف يا أحمد؟ طيب أنا ما كنت بعرف طبعا كود السودان، ف يعني تابعت الصفحة، فإنه هي يعني منصة تعليمية بيكون مرات فيها كورسات بتدينا برضو مرات معلومات كده بطريقة عشوائية يعني عن البرمجة وعن كده يعني. تاني في حسيت انه هو اصلا عنده مركز في الخرطوم صح؟ ما عارفه فما ما حاجه دي لخبطتني يعني. هو اصلا هو مركز يعني في الخرطوم كي كان فيه كورسات يعني هناي ولا هو اصلا اونلاين؟ فما اعرف الحاجه دي، ما ادري افهمها. اوكي تمام شديد. برضه يعني لا بس يعني الحاجه الكويسه انه بيهتموا بالناس اللي في الولايات، يعني دي حاجه كويسه شديد. انا ممكن اسال، انت من الولايات؟ انا من الابيض شمال كردفان. اوكي تمام شديد. يعني ممكن تلاقي محمد عادي في السوق. ايوه عادي كويس يعني انه لقيت دول معاي من كردفان يعني من الابيض. تمام دي حاجه ممكن يعني ايش كويس شديد. شكرا لكم. تمام طيب عندنا اخر زول. الاسم ما واضح ليه صراحه لكن مكتوب نظم ومعلومات مصرفيه. انا ما عارف الزول منه او الزول دي منه. ده أنا مصطفى أحمد لوس الصون، كان بيقطع عندي ما كان واضح بيسوي الشبكة يعني ما. كنت بسأل يا مصطفى إنه يعني أنت عارف شنو عن كود سودان؟ أو إذا قلت لك مثلا كود سودان هي شنو؟ والله أنا أساسا لقيت أضافني فيها صديق اسمه الطيب، أنا أساسا قريت نظم معلومات مصرفية، فيعني حبيت المجال أميل للمجال التقني أكتر من المجال بتاع المحاسبة، فيعني ده اللي خلاني أفتش أهو منها اللي لقيتكم غايته. أوكي تمام شديد. طيب شكرا جزيلا الحاجة كلكم على مشاركتكم دي، وتقريبا يعني كود سودان بتدور حول الحاجة دي. أصلا كان الهدف بتاعنا إنه إذا ملاحظين حسي عندنا مشكلتين في السودان. المشكلة إنه إحنا المقررات الدراسية اللي عندها علاقة بالبرمجة قديمة شديد، وكل الناس متفقة في الحاجة دي. والحاجة الثانية إنه الناس اللي بيتخرجوا ما بيقول لهم فرصه بتاع العمل. فنحن في كورس ده لان نحل المشكله دي بانه اول حاجه نقدم الكورسات بتاعتنا تكون الجوده بتاعتها عاليه شديد،
يعني بتكون على الأقل آخر الحاجات الشغالة، ما بس في السودان لكن في العالم. يعني دي شو تحسي الكورس بتاع الفاونديشن بنشتغل فيه بآخر التكنولوجيا الموجودة في العالم، حتى الكورس مقدمه جامعة هارفارد، فدي أفضل جامعة، أو يعني الناس بيقولوا إن هي أفضل جامعة. أنا يعني مثلا في فلتر، فلتر ده نزلوه قبل سنتين جوجل، وعندنا بعد شوية ماشين ليرنينج. ماشين ليرنينج ده لحد حسي في كمية بتاع الدول أصلا ما عندهم جامعات بتقري ماشين ليرنينج. السودان برضه نفس الحكاية. فالهدف أصلا إنه نقوم نقدم أول حاجة برامج مستوى جودة عالي شديد، والحاجة التانية إنه نحاول نقوم نربط كل الناس اللي اتخرجوا أو كل الخريجين من الكورس بتاعنا مع شركات، ولو على الأقل إن شاء الله نقوم نديهم انترفيو. وإذا ده كله ما لقيناه بنخلي المشاريع اللي هم يشتغلوها تكون عندها علاقة بالحياة الحقيقية، بحيث إنهم بعدين لما يطلعوا لسوق العمل يقدروا يوروا الناس إنه والله يا أخي دي الحياة اللي إحنا اشتغلناها. ولأنه كل حسي مبدئيا كل الشركات بدأت ترجع من الموضوع بتاع الشهادات للموضوع بتاع إنهم تشتغل شنو. فده الهدف العام من زيتونة من كود سودان في المدى القريب. في المدى البعيد ان شاء الله هدفنا انه السودان ذاته يكون يعني هب، او يكون عباره عن مركز معلوماتي زي مثلا زي الهند مقارنه باسيا. دايرين برضه السودان يكون يعني مركز معلوماتي كبير للدول حولنا. دي ما حاجه بعيده، لانه اصلا حاليا احنا مركز بتاع معلومات، يعني حاليا المبرمجين السودانيين بيشتغلوا في الخليج، بيشتغلوا في دول افريقيه كثيره شديد، فدي ما حاجه بعيده شديد. فدي كود السودان حاليا، ودي الحياة اللي شغالين عليها. إن شاء الله هنفتح يعني الكورس بتاع أساسيات البرمجة، هيكون قريب إن شاء الله، فانتظرونا. محمد أنت عامل حاجة أو حاجة أخيرة؟ معلش أنا أبو حميد معلش. بالنسبة للنقطة التعليم يا أخي، هل المحل بتاعنا أونلاين ولا إننا محل في الخرطوم؟ نحن محلنا نحن شغالين كلنا أونلاين، يعني الهدف بتاعنا إنه عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس أفضل إنه يكون أونلاين، ما يكون مركز معين. فدي الحاجة الأولى، نحن شغالين أونلاين، لكن لقدام في اقتراح إنه يكون جزء من البرنامج أوفلاين، بحيث إنه يكون في مراكز وكده، لأنه في كمية من الناس بيقول لنا والله إحنا نحن داني المراكز، ونحن بنقول لهم إحنا مواصلات تعبة، يقول لنا لا إحنا داني المركز، يقول لهم خلاص المشكلة. فإن شاء الله في المستقبل احتمال يكون عندنا مركز في أي ولاية أو في الولايات اللي شغالين فيها وبس. تسلم ابو حميد على المداخله الظريفه دي. شباب لو في اي سؤال عندي استفسار او مداخله يا ريت. طيب لو ما في زي ما قلنا انه بنات البرمجه. اتفضل. مره شفت سي في حد مهم كاتب انه ويب ديفلوبر، من الحاجات اللي كاتبها انه HTML و CSS، وكاتب حاجة اسمها CASS وما عرفت ايش اسمه. السلايد بتاعي ده؟ لا ما هنا. هي ما CASS، هي ممكن تكون SASS ساس. ايوه هادي شنو؟ محمد أساس طبعا يعني انا حسب معرفتي بها انه استغلالها في المشاريع الكبيره، فبدل او هي يعني تطوير للسي اس اس، فده حسب معرفتي بها. يس يلا الاساس بالنسبه للبرمجه ذاته زي ما قال محمد، اللي هو ممكن تكون تطوير للسي اس اس. في فهم تاني للساس اللي هو يعني لانه يعني في تو تيرمينولوجي بالنسبه للبرمجه وبالنسبه للشغل. ففي الشغل اللي هو اختصار للسوفت وير از سيرفيس، اللي هو انت بتقدم السوفت وير بتاعتك سيرفيس بالنسبه للناس. كابسط مثال للحاجه دي فيسبوك انت ما سيرفيس بتشتريهم، اللي هو عباره عن سيرفيس بتقدم لك انك تبراوز الحاجات او يعني تمر خلال الحاجات. فالتكنولوجي بتاعت انك تستخدم السوفت وير از سيرفيس دي بسموها ساس. وفي ال SAS اللي هو SAS برضو منطوقة، يعني ما اللي هو برضو يعني version تاني من CSS. تمام. طيب يلا أنا عندي حاجة برضو بالنسبة للكورسات اللي ناخدها دي، يعني سامعني؟ يا سامعني تفضل. ها
يلا الكارت مثلا مرات بيكون في برامج كده يعني ما بتنزل طبعا، النت هنا ما كويس كده، ف يعني بزول بيكون بدل الكارت والاسبوع الاول لحد الاسبوع الثاني البرنامج اللي هو المفروض يشتغل بيه وما نزله يعني، هذه مشكله يعني. انتم ممكن قبل الكورس تدوا الناس يعني مهله انه حد ما تتاكد انه كل الناس نزلوا البرنامج، فبدات الكورس يعني انا لا ما نزل لي شكله شبكة ضعيفة. طيب تمام، إذا ممكن أقول حاجة أخيرة يا أحمد بالنسبة للنقطة دي. يس دي نقطة مهمة شديد، هناخدها إن شاء الله بعين الاعتبار، لكن بس لا يعني عشان بس ناخد اعتبار الحياة اللي احنا شغالين فيها، عشان ما نقوم نمشي لموضوع تاني. أي نعم الحياة دي هنرجع لها إن شاء الله، موضوع إنه يا أخي البرامج اللي بتنزل بالحياة دي، لكن خلينا نقوم نواصل في ونسة برمجة إن شاء الله بعد ما إذا في أي سؤال حنرد عليه، ولا ما في مشكلة. تمام إن شاء الله. أبشر، شكرا جزيلا. بس الحاجة دار أقول إنه في منصة برمجة زيادة على كذا، نحن بنشوف مثلا المطورين إذا كان سودانيين أو غير سودانيين الناجحين في المجال، فبنشوف قصة نجاحهم وعندنا إمكانية إنه يعني نجيبه فينا ذات يتكلم معنا يحكي لنا عن قصة نجاحهم عن 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 المسار اللي هم بيشتغلوا عليه. فده الهدف يعني على أساس إنه يكون من هنا لقدام في منصة برمجة. والأسبوع الجاي إن شاء الله هنعلن لكم عن الحاجة اللي هنشتغله وعن الحديث وعن يعني قصة نجاحه في المجال. لغاية هنا في أي زول عنده إضافة أو سؤال؟ تمام، حابب أشكركم على يعني الزمن اللي اديتونا له والتوفيق لكم إن شاء الله. لغاية ما نتقابل الخميس الجاي إذا ربنا أحيانا الساعة 8 بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم.